فرسالة للشباب، سأخبركم عن نفسي وضع هذه التجربة، ولا أخفيكم أني متردد جدا جدا حتى هذه اللحظة، ليس لي قباحة القصة بل أنا أفتخر بها. سأخبركم، أنا يا سادة لا أؤمن بسياسة الملعقة الذهبية، أنا أعشق الرجل الذي يكدح حتى يصل لتلك الملعقة الذهبية، أعشق الرجل الذي يضرب بفأسه مصاعب الدنيا حتى ينبت زهرة النجاح. لا أخفيك أن هذه القصة تعلمها والدتي، يعلمها كل من يحيط بي، أتردد أن أنقلها للإعلام، لكن في يوم من الأيام حينما أخبرت هذه القصة لمجموعة شعرت أنهم تأثروا جدا يا سادة، جدا جدا. أخبركم يا سادة، ولدت فقيرا ونشأت فقيرا، أجمل أمنياتي كانت أن يأتي والدي يأخذني بالسيارة ويرجعني بالسيارة في ظل البرد والمطر، كنا نعاني من البرد. والله أذكر مرة ذهبت للمدرسة من شدة البرد كتبت على دفتري اليوم أعاني من البرد، دخل الماء إلى حذائي، والله الذي لا إله إلا هو كدت أن أقتل بردا من شدة البرد، كذبت أنا أعاني من قدمي بسبب البرد. أذكر أحيانا من شدة الفقر الذي عانيت به طلبت من والدي حفظه الله، سدده الله، أيده الله، أحبه، طلبت أبي أريد حذاء رياضيا، فالمدرسة يلعبون كرة وأنا لا أملك إلا حذاء هذا وقد اهترى، فأتى لي بوالدي من الشركة التي يعمل بها بعد إذنهم، أتى لي بالحذاء ذاك، حذاء العمال الذي من سقفه حديد وباطنه حديد، وبالصدفة كنت أياما في الثانوية أن قدمي ناسبت تلك هذا الحذاء، أصبحت أداوم للمدرسة بحذاء من حديد ويعلمون أنه هذا حذاء السيفتي، لدرجة أني كنت أقول لزملاء انظروا ما أقوى، اصعد لقدمي شوف ما أقوى، أستطيع ضرب الجدار، أواسي نفسي بمقوماتي ونعلم بقرارة نفسي أن هذا حذاء العمال ألبسه وأنا طالب من شدة الفقر. سيدي نعم عانيت، كانت لي عمة تخبرني دائما وأبدا عن الشيخ زايد والإمارات، وأقسم بذات الله وبجلاله وعزه أني لا أقول هذا الكلام نفاقا، ماتت عمتي وهي دائما تقول غلطة عمري أني تركت الإمارات. عاشت عمتي أكثر من 25 سنة في رحاب الإمارات، كانت دائما في كل عام تنزل لدولة الإمارات تخبرنا عن جمال الإمارات، عن عدل زايد، عن أبناء زايد، تعلقت وتعلق قلبي بالإمارات، كنا دائما نحيطها في مجلسها وهي تتكلم وتقول ماذا في الإمارات، ماذا يصنعون في الإمارات، ماذا فعل الشيخ زايد رحمه الله لأبناء الإمارات. كانت هي تسكن في مدينة أو ما يسمى قرية وكل جيرانها من أبناء زايد، فعاشرتهم وصاحبتهم وأحبتهم. رجعت، أصيبت عمي بعمتي بالأمراض الخطيرة، توفيت قبل عامين رحمها الله. الشاهد حتى قبل وفاتها كانت تقول لي في آخر زيارة ليتني بقيت في الإمارات. عمتي زرعت بي حب الإمارات، توجهت بعد ذلك حينما تخرجت، ذهبت لأبي قلت له سأذهب يا أبي للإمارات أرجوك أن تساعدني. قال لي أبي لا أملك إلا تلك السيارة، لكن أعدك أني سأبيعها لك وأشتري لك ثمن التذكرة واذهب بعون الله ورعايته، أسأل الله أن تذهب عزيزا وترد لنا عزيزا. وأخذت التذكرة، أقسم بالله أني ذهبت للدولة لا أعلم أي شيء بها، اتصلت قبل الذهاب بأحد أصدقاء زميل أو جار لي، قلت له أريد أن أذهب للإمارات، أريد تأشيرة زيارة، فقال لي ادفع 300 دينار، ما يعادل، أتكلم عن 2004، ما يعادل 1500 درهم، وهي كانت في ذاك الوقت 100 درهم فقط. قلت من أين أتي بهذا المبلغ؟ ذهبت لوالدي قلت الرجل يريد 300 دينار مقابل أن يبعث لي تذكرة وأن أسكن عنده وأبحث عن عمل. قال لي والدي والله ما عندي ولم يبق لي مال إلا هذا المبلغ الذي تسافر به. قلت وبالله التوفيق، ذهبت لأمي، أمي حصل كذا وكذا، فقالت أمي عندي ابن أختي، ابن خالك يعمل في أبوظبي، سأتصل به. اتصلت بابن خالي، قال ابن خالي الفيزا ب100 درهم، فلماذا طلب هذا المبلغ؟ غدا يا خالتي ستكون الفيزا عندك. وفعلا وصدق جزاه الله خير، وكل نعمة أنعم بها أقول جزاه الله خير. أرسل الفيزا، من شدة فرحي ذهبت واشتريت التذكرة، ركبت الطائرة، ومن شدة أني لا أعلم وكنت جاهلا بالطائرة جلست في مقاعد التي يسافر بها الناس على ما يسمى درجة الأعمال، حتى جاءت المضيفة وقالت لي أنت لست هنا،
اذهب هناك، وبلغتها كنت لا أدرك حتى ترجم لي. فجلست في آخر الطائرة وقلبي ينبض أني سأذهب لأبو ظبي للإمارات. نزلت عند ابن خالي فقلت له إن الشاب ينتظرني في إمارة دبي، سأذهب إليه وسأتصل به على الطريق، هل توصلني إلى دبي؟ وصلت إلى دبي، بعثت له رسالة، سألته عن عنوان، أنت أين تسكن؟ قال أنا أسكن في الشارقة. خجلت من ابن خالتي، قلت له أوصلني للشارقة جزاك الله خير. قال سأوصلك عند بحيرة خالد. ذهبت اتصلت به من جوال ابن خالي، قلت له سلام عليك يا فلان. قال وعليك السلام، قلت معك وسيم يوسف. قال أهلا وسهلا. قلت أبشرك أنا الآن في الشارقة، أين أنت؟ سأتي أسكن عندك. قال لي وكيف أتيت؟ أبعث لي ابن خالي الزيارة. قال لا، لن أخذك ولن أستضيفك عندي، فكان الشرط أن تأخذ الفيزا من عندي، اسمح لي، ابحث عن غيري، أنا الآن في دبي. لا أريد أن أكسر أمام ابن خالي، فأنا قلت له أنه صديقي والصديق لا يغدر. بلعتني الأرض والتهمتني السماء. قلت لابن خالي سيأتي، توكل أنت وزوجتك وأنا سأبقى هنا عند البحيرة، أنتظر صديقي العزيز أن يأتي بسيارته ليأخذني، وأنا أعلم أنه لا يوجد صديق ولن يأخذني العزيز، وسأبقى عند البحيرة. ذهب ابن خالي، جلست عند تلك النخلة أبكي بكاء لم يبكه أحد، لم تبكه امرأة من الثكالة أو امرأة فقدت ابنها، أبكي بكاء لدرجة النحيب. مر أحد الإخوة من دولة السودان الحبيبة، مر علي قال ما يبكيك يا ابني؟ قلت القصة 1 2 3، ما أدري أين سأذهب، ضاقت بي الأرض، لا أريد أن أتصل بأبي حتى أعلمه ما جرى، حتى لا يبكي، حتى لا أكسر أمامه، حتى لا يظن أنه خسر، لا أريد. فقال هل تعلم أحد ها هنا؟ قلت لا أعلم إلا نفسي. قلت له دقيقة، عمتي رجعت، هي كانت هنا تحيا 25 سنة في هذه الدولة، ربما تساعدني. فقال عندك رقمها؟ قلت نعم خذ. اتصلت بعمتي، عمتي الغالية السلام عليكم. قالت وعليكم السلام، بشرني وصلت. لا أدري كيف بكيت، انهرت من البكاء. قالت ما بك؟ قلت لها جرى 1 2 3. قالت ابقى عندك لن تخذل. جلست وأنا أنتظر. اتصلت عمتي بإحدى أقاربها، رجل كان من كبار المهندسين أنذاك، قدر الله عز وجل أن يكون اجتماع هذا الرجل في دبي، كانت زحمة الفنادق في الاجتماعات وغيره، فانتقل اجتماعه للشارقة، كان يجتمع. اتصلت بعمتي قالت الآن سيأتيك. رن جوال الرجل السوداني، رفع السماعة، قال أنا فلان، أين وسيم؟ قال نحن أمام فندق كذا عند البحيرة. فقال أنا اجتماعي عند البحيرة، فليرفع يده. فرفعت يدي وإذ به يرفع يده يقول لي تعال. ذهبت لا أدري، كأن السماء ابتسمت. ذهبت وضع حقيبتي جزاه الله خير وأخذني إلى منزله، وبالتقدير الإلهي زوجته وأبناؤه سافروا لدولة أجنبية لأن ابنه سيتعلم قبل يومين من قدومي. جهز لي الرب جل وعز وضع، كنت أرى أن السماء التهمتني. فدخلت إلى منزله، قال لي هذا مفتاح المنزل، وهذا الجوال الإماراتي، وهذا رقم السائق، وهذه غرفتك، وهذا مال، وسيأتي الطباخ من جنسية آسيوية سيعد لك الفطور والغداء والعشاء، ابقى عش هنيئا. هنا شعرت أن السماء ابتسمت، ورغم قبل أن يأخذني ذهبت للفندق، قلت له كم الليلة؟ كنت لا أملك إلا 1500 درهم. فقال لي الليلة ربما 1000 درهم. مت، والآن أبدلني الله، أبدلني الله برجل صديق كان سيأخذ مقابل النفقة، صديق سيضعني في غرفة مع شباب، صديق سيبحث ربما أو لا يبحث عن عمل، أبدلني الله عز وجل بهذا المصاب برجل منح لي بيتا ومفتاحا وسائقا، وأصبح يبحث معي عن العمل. يا سادة يا شباب، لو تكالبت عليك هموم الدنيا وأوجاعها وجاء الرب لينقذك سينقذك. يا شباب الأمة، اعلموا أنه مهما تعالت الأصوات والجراح فإن الله إذا داوى أنساك الألم، اعلموا مهما على صراخكم من الوجع والظلم ومن الفقر، إذا داواكم الله تنسون جراحكم، الله أعظم مداوي، الله إذا داوى أبرأ وأنسى، لا ينسيك فقط الألم بل ينسيك ما جرى بالألم، الله يجعل من الذكريات الحزينة سعيدة، الله الذي يجعل من تاريخك الذي عانيت وبكيت يبكيك فرحا بنعمه، ينقلك من حال إلى حال، من مآل إلى مال، كن فيكون، فلا يعجز شيء، فلا تضجر من المستقبل. اليوم إن كنت لا تملك درهما غدا سيفتح الله
عليك أبواب الرزق. اليوم إذ كنت تعاني من زوجتك وأبنائك، غدا يصلح الله الحال وأصلحنا له زوجة. أنت إذا اليوم تعانين من زوجك، غدا يصلح الله الحال واهدي قلبه. هذه الحياة، لا تيأسوا من روح الله. لا ييأس من روح الله إلا إنسان لا يعلم من هو الله. متى ما علمتم من هو الله أنقذكم الله، ينجيكم الله من ظلمات البر والبحر. ألا ينجيك من هم وغم؟ أمل معقود بالله لا يقطع، أمل مربوط بالله لا يفلت. اعلموا أن الله عز وجل مهما أسبغ علينا من النعم فسيأتيك بابتلاء حتى يرجعك للنعمة فتشعر بقدر النعمة. سيدي إن ألفنا النعم سيأتي البلاء ليشعرنا بالنعم. الله هو المداوي، فمهما كانت جراحك فانظر للسماء وقل يا الله يا مصلح الشان، أسألك أن تعز شاني، أن تنقذ حالي. لا دواء إلا منك ولا مداوي إلا أنت. يسمع الله الدعاء من القلب الحزين. لو تخلى عنك الناس سيبعث الله لك رجل لا تعرفه يخرجك مما أنت فيه. لو كنت في بلد لا تعرف بها أحد سيجعل الله كل الوطن يعرفك. هكذا هو الله. الله إن أعطى أدهش وإن منع عاقب. فكونوا مع الله، ذهبت بكم الدنيا يمنى، ذهبت بكم يسرى. الله إن كان معكم فنحن معه، لا يضرنا أين يذهب بنا. فلتذهب أقدار الله بنا أينما شاءت، إذا كان المقدر هو الله، هو الرحمن الرحيم. ربي أنا على يقين تام أنك تحب من يحبك. ربي أنا على يقين تام مهما عصيت وبلغت شقوتي عنان السماء فأنت الرحمن. ربي أنا على يقين مهما كان ذنبي عظيما فأنت أعظم. ربي أنا على يقين مهما لجأت لغيرك فلن أحتاج إلا أنت. يا رب لا تخذل عبدا قال إني أحبك. فيا رب مهما علت الذنوب في شبابنا وارتقت الذنوب لتصل عنان السماء فرحمتك أرقى يا رب. اللهم يا رب إن كنت تعلم في قلوبنا حبا إليك فلا تتركنا ولا تخذلنا ولا تجعل شماتة لأعدائنا بنا. اللهم يا رب اجعل قلوبنا تتعلق بك أشد تعلقا من أي أحد بأحد. فأنت العزيز ونحن إليك فقراء.